عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عددا من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية الراغبة في التعاون الاقتصادي مع مصر. كما عقد الخطيب لقاء مع أعضاء غرفة التجارة مقاطعة مرسيليا، حيث استهدف الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الفرنسية بمقاطعة جنوب فرنسا وزيادة نسبة مساهمة الصادرات المصرية المباشرة عبر ميناء مرسيليا إلى فرنسا. التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بأعضاء تحالف جيلا إنترو لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. هذا وناقش الاجتماع مقترحات العمل المشتركة والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بمعدلات أداء الشركات التابعة. أنهت البورصة المصرية أولى جلسات شهر أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط دولات بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2,201 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 31,866 نقطة. زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 7,615 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 10,833 نقطة. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا وسط نمو ضعيف للطلب العالمي واحتمال زيادة المعروض في السوق. وعلى صعيد التداولات، ارتفع تعقيد الأجل الخام برنت للتسليم في ديسمبر بنسبة 18% إلى 71.83 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 16% إلى 66.28 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% لتصل إلى $2.10 للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.21% لتسجل نحو $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قدم المجلس الفيدرالي السويسري مشروعا للميزانية هو الأسوأ منذ 25 عاما، حيث يصل العجز في سلسلة المبيعات إلى 303 ملايين فرنك، ولا تزال الإيرادات غير قادرة على تغطية الزيادة في النفقات.